بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من الحج المبرور. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع دروس جديدة من دروس الحج المبرور. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم الشيخ مع هذه الدروس. حياكم الله وبارك فيكم. نود أن تلقوا الضوء في هذا الدرس فضيلة الشيخ على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيما معناه: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. هذا حديث صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور من البر، وهو الذي بر صاحبه فيه في عبادة الله وملازمة ذكر الله وطاعة الله محافظة على فرائض الله، ثم أدى هذا الحج على الوجه المطلوب كما شرعه الله سبحانه وتعالى، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مني كيف تؤدون حجكم. فهو صلى الله عليه وسلم حج بالمسلمين حجة الوداع، وقال: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فبين لهم صلى الله عليه وسلم مناسك الحج قولا وفعلا، ووجههم صلى الله عليه وسلم كيف يحجون وكيف يؤدون المناسك. فلا بد من أمرين: أولا الإخلاص لله عز وجل، بأن لا يكون قصده الرياء والسمعة في حجه، ولا يكون قصده طمع الدنيا، وإنما يكون قصده التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته وعبادته، فهو مقبل على عبادة عظيمة وعلى أمكنة عظيمة، فإنه يستعد لأن يستعمل الطاعة والعبادة وكل قول أو فعل حميد مشروع، فإنه في عبادة منذ خرج من بلده إلى أن يؤدي مناسك الحج وهو في عبادة، فيراعي ذلك دائما وأبدا، ويتجنب ما حرم الله عليه من الأقوال والأفعال، ويلازم الطاعة، ويكون قدوة صالحة، يكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى متوجها إليه بجميع أعماله. فأولا الإخلاص لله عز وجل، بأن لا يكون في عمله رياء ولا سمعة ولا طلب دنيا ومطمع دنيوي، والأمر الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مني كيف تؤدون المناسك. وحجته مدونة في كتب الحديث من أول ما خرج من المدينة إلى أن رجع إليها، كما في حديث جابر رضي الله عنه الحديث الطويل الذي وصف فيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله
منذ خرج من المدينة إلى أن رجع إليها، فهو حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة ومجال لمن يريد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ صالح وبارك فيكم على ما بينتم في هذا الدرس القيم للإخوة والأخوات الذين يتابعون إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وتقبلوا تحيات الزميل المهندس عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء من مكتبة الشيخ. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.